وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضحت الأستاذة فاطمة المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أوضحت بأنه قد تم البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية ووضع الخطة الزمنية لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة والبدء في صرف الطلبات التمويلية للمواطنين. دورنا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدأنا في اتخاذ الخطوات التنفيذية ووضع الخطة الزمنية لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين المستحقين. بتمتد معنا الخطة الزمنية للتسليم حتى فبراير المقبل بإذن الله، واستشمل الخطة تسليم وحدات المرحلة الأولى بمدينة شرق سترة، بالإضافة إلى تسليم دفعات جديدة من الوحدات في كل من مدينة سلمان ومدينة شرق الحد. طبعا الوزارة بتبتدي على الفور في الاتصال بالمواطنين المستفيدين وتزويدهم بمواعيد الحضور إلى الوزارة على عدة دفعات اعتبارا من 16 ديسمبر ولمدة شهرين لإتمام إجراءات توقيع العقود واستلام مفاتيح الوحدات السكنية بإذن الله. أحب أؤكد أن خطة الوزارة في تنفيذ هذا الأمر ستشمل الخدمات التمويلية كذلك، حيث خصصت الوزارة ميزانية لاستيعاب أكثر من 5000 طلب تمويل بأغراض المتنوعة، وذلك خلال العام 2024 لملاقاة هذه الخدمات من نجاح في توفير خدمات إسكانية ما تحتاج إلى فترات انتظار، وبإمكان السادة المواطنين التقدم بشكل مباشر للاستفادة من هذه الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني تمهيدا لصرف مبالغ التمويل.